إلى شرق البلاد، حيث أعاق المسلحون الموالون لروسيا عملية نزع الألغام قرب نقطة تفتيش في بلدة مارينكا، وكانوا في وقت سابق قد قدموا ضمانات للخبراء الأوكرانيين بذلك. قيادة الجيش الأوكراني في المنطقة أكدت أنه كان من المفترض أن يقوم ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمراقبة عملية إزالة الألغام. العملية كان من المقرر بدءها في صباح اليوم 27 ديسمبر، وتم تحذير السكان المحليين الذين طلب منهم الانتقال أو استخدام نقاط عبور أخرى على خط التماس.